تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتقديم كافة المساعدات للحاجة نوال حسن، هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع، وأيضا تحقيق حلمها لأداء رحلة عمرة، وجاري تنسيق كافة إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة احتياجات السيدة نوال حسن محمد حسن والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك بعد أن تصادف مرور موكب سيادة الرئيس أثناء جلوسه على الرصيف في منطقة أبو رواش وحديث معها، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة للسيدة نوال. واقفة كده جيت نزل من العربية وراح مسلم عليا، وانا خدت في الحضن كده بقيت فرحانه بيه والله. الرئيس نفسه يقول لي ايوه انا متشرف بيكي، انا مش قلت له انا ده انا اللي متشرفه بيكي. وتم إهداؤها من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقدي من خلال مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني. معايا ابن قاعد من شغله ومعايا راجل كبير وحالتنا على قدنا، وانا عايزه معاش حتى وعايزه ابني يشتغل، اهم حاجه قال لي عناية وعمل لي كده والله. هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة وتحقيق حلمها لأداء عمرة، وجاري تنسيق إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة.